أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة لهذا الأسبوع بمشيئة الله على المملكة الأردنية الهاشمية. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. LG الرؤية الحديثة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. سيتي مول مكانك المفضل. بداية من يوم الأحد والاثنين متوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه أنه من الدرجة الثانية. الدرجة الثانية هي المتوسطة والاعتيادية على سلسلة وسلم تصنيف المنخفضات في مركز طقس العرب. كما نشاهد هنا من الخرائط الواردة لدينا، هنالك فرص لزخاتنا الأمطار المتفرقة إن شاء الله على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وبعض المناطق الشرقية، وأيضا قد تمتد إلى بعض المناطق الجنوبية، ولكن الأحوال الجوية تكون باردة خلال اليومين القادمين. وأيضا كما نشاهد هنا يوم الاثنين تبقى فرص الأمطار تحديدا في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى من المملكة وبعض المناطق الشرقية، مع وجود درجات حرارة منخفضة نوعا ما. كما نشاهد هنا في المناطق الشمالية من 9 إلى 5 درجات، في المناطق الوسطى من 7 إلى 4 درجات في ساعات المساء، في بداية المناطق الجنوبية والمناطق الجنوبية الغربية كما نشاهد من 7 إلى 4 درجات، في المناطق الجنوبية في مثل العقبة 21 إلى 8 درجات. أما فيما يخص يوم الثلاثاء فتتراجع وتتراجع شدة هذا المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، ولكن مع بقاء الأجواء الباردة وأيضا تكون الأجواء أكثر برودة، متوقع أن تكون يوم الثلاثاء كما نشاهد هنا في بعض المناطق والمرتفعات الجنوبية متوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 0 المئوي، مما يؤدي إلى تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر، ولكن تتراجع فرص الأمطار بشكل تدريجي خلال يوم الثلاثاء، ولكن مع بقاء الفرصة بشكل بين الحين والآخر لبعض الزخات من الأمطار إن شاء الله. أما إذا تحدثنا عن يوم الأربعاء فمتوقع إن شاء الله أن يكون هنالك فرص لزخات خفيفة من الثلوج على قمم المرتفعات العالية جدا في المملكة، ولكن لا وجود لأي زخات قوية من الثلوج أو تراكمات للثلوج، ولكن هي بعض الزخات المخلوطة وتكون على المرتفعات الجبلية العالية جدا كما نشاهد، ولكن هناك بعض الفرص من الأمطار في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى. نتحدث عن درجات حرارة أيضا منخفضة ودرجات حرارة باردة كما نشاهد هنا من 7 إلى 1 درجة في المناطق الشمالية، في المناطق الوسطى من 5 إلى 4 درجات، وفي بعض الجبال تصل من 4 إلى 4 درجات في ساعات الليل، وأيضا في المناطق الجنوبية من 17 إلى 6 درجات. أما فيما يخص يوم الخميس فمتوقع أن يبدأ تأثر المملكة بحالة جوية وهي عدم استقرار جوي تبدأ بالتأثير على المملكة مع يوم الخميس، لتجلب معها فرصا للأمطار إن شاء الله على مناطق عشوائية من المملكة. كما نشاهد هنالك بعض الفرص في معظم مناطق المملكة تحديدا المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية، درجات الحرارة تبقى باردة أيضا والأجواء باردة وما بين غائمة جزئيا وغائمة كليا. كما نشاهد في المناطق الشمالية نتحدث عن 8 إلى 4 درجات مئوية، في المناطق الوسطى من 6 إلى 4 درجات، وفي بعض المناطق الجنوبية الغربية من 4 إلى 1 درجة، وفي بعض المناطق أيضا من 7 إلى 1 درجة. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة وحالة عدم الاستقرار حتى مع يوم الجمعة بمشيئة الله، لتبقى الأجواء وفرص الأمطار مستمرة خلال هذا الأسبوع بمشيئة الله إلى نهاية. لذلك نتمنى توخي الحيطة والحذر، نتمنى السلام للجميع، وأيضا لا ننسى أخوتنا في قطاع غزة من الدعاء، وربنا يهونها على الجميع، ودمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. LG الرؤية الحديثة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. سيتي مول مكانك المفضل.